بحلاوة الإيمان. ما عمره يشقى من عاش بالقرآن، من ذاق آيته لا ينسى. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 45 بعد 300. نتناول آيات من سورة الفرقان. يقول تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. دائما يعني أهل الباطل والعياذ بالله يحتقرون أهل الحق، مع أن أهل الحق ما بيحتقرهمش. يعني الله سبحانه وتعالى جعل عند أهل الحق قلوبا وصدورا منشرحة يتحملون العصاة ويتقبلونهم. فإذا حكم مؤمن استوعب العصاة، وإذا حكم عاص لا يحتمل المؤمن، لازم يقتله، لازم يحبسه. يعني الله سبحانه وتعالى يعني: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. دائما أهل الباطل يستهزئون بأهل الحق. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. يا ده كان هيضيع لنا أفكارنا ومبادئنا، ده كان هيهد الدولة، ده كان هيحول مش عارف الأوبرا لدار مناسبات، ده كان إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، ده كان هينسينا الفن. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أما يشوفوا العذاب بقى يشوفوا مين اللي بيضل ومين اللي على حق. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لنا المثل في سورة الفرقان: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. شفت اللي عامل الإله بتاعه مزاجه، كل ما يجيله مزاجه في حاجة يعملها، ده بيعبد مين؟ ده بيعبد نفسه. هوايا كده، مزاجي كده، كيفي كده. أفرأيت، أو ربنا سبحانه وتعالى بيقول أرأيت من اتخذ إلهه هواه مزاجه أفأنت تكون عليه وكيلا. انت عارف مش عارف المزاج ده بقى والشيطان ده ايه؟ مزاجي النهارده كذا، والا اللي مزاجه متقلب النهارده كذا وبكره كذا. ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم كالانعام بل هم اضل سبيلا. ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم كالانعام ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا على حاجات علمية جميلة قوي. الحاجات العلمية دي إشارات كده، إشارات علمية تخليك تفكر كده. بص كده: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليل. الظل، لو أنت بصيت لأي حاجة والحاجة دي حطيتها في اتجاه النور وشفت حاجة وراها تلاقي النور عمل ظل، إلا إذا كان عندك إضاءة من كل ناحية، فالإضاءة اللي من كل ناحية هتلغي الظل. ضوء الشمس الساطع لو جه من فوقك بالظبط هيبقى ظل كل شيء تحته، لكن لو جه الظل من بعيد هتلاقي الظل في الناحيه الثانيه، يعني دايما الظل في الناحيه الاخرى. خلاص، يبقى الشمس لما تشرق هتلاقي ظل كبير، وبعدين كل ما تعلى الشمس الظل يقل، 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 لغايه ما تبقى الشمس في وسط السماء. لما تبقى وسط السماء يبقى ده الظهر، يبقى ظل كل شيء تحته. وبعدين الشمس تمشي الناحية التانية، لما تمشي الناحية التانية تبتدي الظل يزيد، تمشي الناحية التانية الظل يزيد، الشمس تغرب الظل يزداد يزداد لغاية لما تلاقي بقى الظل بقى واسع قوي، وبعدين تسقط الشمس. يقول تعالى: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. عايزة تفكير علمي دي. ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. كويس كده؟ طيب، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. زي ما بقول لحضرتك كده، الشمس الظل، علاقة الشمس بالظل قد إيه؟ في الشروق شمس وظل أو الشيء أهو الظل بتاعه كبير قوي، كل ما الشمس بتعلى الظل يقل، الظل يقل، الظل يقل، الظل يقل، لغاية ما تبقى في كبد النهار يبقى الظل كل شيء مثله كده وجب الظهر. لما تنحرف الشمس شوية ويبقى ظل كل شيء قده، دي صلاة العصر، من العصر للمغرب الظل يزيد الظل يزيد الظل يزيد لغاية لما الشمس تقع أذان المغرب. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. اللفتات العلمية التي يعني يهديها الله إلينا في سورة الفرقان: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا عشان تناموا والنوم سباتا، هدوء كده عشان تتصلح الأجهزة اللي تعبان يخف، مش كده ولا ايه؟ والنوم سباتا وهدوءا، ها ده اللي بيحبه ربنا. في كل الدول المتقدمه
بعد الساعه بعد اذان العشاء في كل الدول الاسكندنافيه، حتى بريطانيا، اسكتلندا، ايرلندا، كندا، حتى استراليا، كل الدول اللي بتخضع للدول الاسكندنافيه دي او بتخضع للقصر الملكي الانجليزي، كل الدول دي بعد صلاه العشاء بتقطع حتى النور عن الناس كلها، ما بيشتغلش الامرجنسي، ما فيش محل شغال امرجنسي، بس رعايه مركزه بس. وبعدين الناس تصحى من الصبح من الساعه 7 صباحا تلاقي الناس في اعمالها، بيلتزم بآيات الله. عشان كده بقول لك ايه، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا تنام والنوم سباتا ترتاح وتفرد، وجعل النهار نشورا، والنهارده للعمل. من سعادة الأمم أن تنام بالليل وأن تسعى من أول النهار. بارك الله لأمتنا في البكور، حضرة النبي يدعي كده، اللهم بارك لأمتي في البكور، بدري بدري الرزق، بدري بدري والبركة، بدري بدري. طب احنا عندنا ناس بتسهر طول الليل وتنام طول النهار، دي ما فيش فيها بركة، دي فيها مرض، دي ناس مريضة، دي أولاد مريضة وبنات مريضة. طب احنا في أجازة دراسية مثلا، اخرج العب رياضة، اتمشى، روح رحلات، كل يوم يبقى عندك ساعتين ثلاثة مشي، وبعدين ترجع تعبان بعد العشاء تنام. لو بتحب ربنا، ما فيش حد بيحب ربنا يفضل طول الليل سهران وطول الليل النهار نايم، ده ربنا غضبان عليه. من آياته وهو الذي جعلكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أما يرسل الرياح كده والريح دي تلاقيها حلوة قوي قوي، تفصيف كده، ومستني نسمة باردة شوية، مش ريح سخنة، مش كده. وهو الذي يرسل الرياح، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وساعات مع بعض الناس الرياح تبقى يبقى في مطر جاي، فالناس بتفرح، وخاصة في المناطق التي تعتمد على المطر في الري، أول ما يلاقوا الريح جاية كده وريح فيها رطوبة يقولك إن شاء الله المطر جاي والرزق جاي. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الله، شفت بقى الرياح دي جاية معاها إيه؟ معاها مطر. لنحيي به بلدة ميتة، الأرض كانت خضرة، الأرض كانت صفرة، والزرع كان هيموت، الزرع كان هيموت، شوية المية دول لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. خير خير ورزق. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. آيات كده ساعات والله العظيم الآية تفضل معايا ليلة بحالها، عمال أفكر فيها، مش عارف أنام، مش عارفة، شوف مش عارفة أنام بفكر جميل، فكر راقي، اختراع جديد، اكتشاف جديد، معاني جديدة، حاجة تخدم البشرية، حاجة مش عمال هلاوس ووساوس. يقول لك انا فكر قوي هلاوس ووساوس، تعمل ايه بالهلاوس ووساوس؟ تقول ربنا ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. صرفناه، جعلناه بينهم مصرفة ليذكروا ويتفكروا فابى اكثر الناس الا كفورا. مش العبره بقى بان انا ابعث لكل بلد نبي، وبعدين الرسول قال ما هو أنبياء أمتي، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، يعني المفروض أن كل عالم يتبع النبي ويدعو إلى الله لا يرجو إلا وجهه، ولا يقبل من الناس صدقات، ولا يدعو الناس إلى التبرعات، ولا يبقى هو لا يرجو الأجر إلا من الله، ده نبي، مقام نبي. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به جهادا كبيرا، إذن في جهاد القرآن، في جهاد القرآن، يعني في جهاد بالسيف، وفي جهاد بالإقناع والحجة، وفي جهاد، خير الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، خير الجهاد إن شاء الله أقول الكلمة وتقتل ما دام دي الحق. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لفت علمية تانية في سورة الفرقان، وهو الذي مرج البحرين، مرج البحرين خلطهما، مرج البحرين، هذا عذب فرات، نهر، دايما الأنهار بتصب في البحار، نهر النيل يصب في البحر المتوسط، الأنهار بتاعة دجلة والفرات بتصب مين؟ في الخليج العربي، نهر الأمازون بيصب في المحيط مش عارف فين، نهر إيه؟ كل الأنهار تصب في بحار. ليه؟ لأن البحر في النهاية مياه مالحة، والمياه المالحة مادة حافظة، خلاص. وهو الذي مرج البحرين يلتقيان، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، واحد عازب والتاني مالح، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. يعني إيه؟ يعني
للميه المالحه خلت العذب بقى مالح، ولا العذب خلى المالح عذب، لكن الله عز وجل عملها دوره، ودوره الميه دي عاوزانا نفكر فيها ازاي نحلها، ازاي نوفر لنفسنا ميه صح. ان شاء الله نشوفها في حلقات قادمه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا سعد.